أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آية من سفر الأمثال من الأصحاح الأول، آية رقم 7: مخافة الرب. مخافة الرب رأس المعرفة، يعني أهم حاجة. الرأس يعني أهم حاجة، أول كل حاجة، إن يبقى عندك مخافة الرب، يبقى مخافة الرب في قلبك باسم الرب يسوع. ما يبقاش جوانا مخافة الناس، ما يبقاش جوانا الخوف، الخوف من أذى الناس، أو الخوف إن ناس ما تتبسطش مننا. ما يبقاش جوانا هذا الخوف، لأن الكتاب بيقول خوف الإنسان، يعني تخاف من شخص، تخاف وتعمل كل حاجة عشان ترضيه، أو تعمل كل حاجة عشان ما تتعرضش لأذاه، ده خطر جدا. خوف الإنسان يضع له شركا، يعني يوقعه في الفخ، يعني بسبب الخوف من الناس واحد بيكذب، بسبب انه خايف انه فلان ده يتضايق منه، يقعد يحاول يرضيه ويبذل ويبذل ويبذل، وفي النهاية مش هذا الشخص مش بيرضى ومش بيتبسط منك، ممكن يبقى عنده مشكلة نفسية. فما يبقاش الدافع بتاعنا ارضاء الناس، لاننا خايفين منهم. لأنك لما تخاف من إنسان ممكن تكذب، وممكن تعمل حاجات بسببها تضعف، وبسببها تخسر، وبسببها تضيع عليك فرص كويسة. تحرر عزيزي المشاهد من الخوف من الإنسان، إنما لازم يبقى في قلبك مخافة الرب، إن هدفي إن أنا أرضي الرب، وجوايا خوف ان انا ازعله. انا مش عايز ازعل الرب، انا عايز دايما ارضي الرب. هنا يقول لك مخافة الرب رأس المعرفة. واقول لك حاجة كمان عن مخافة الرب من سفر الامثال، هقرا لك ايتين. الاية الاولى من الاصحاح الثامن، انتبه الى هذه الكلمات: مخافة الرب ايه؟ بغض الشر. يبقى لما يبقى جوايا مخافة الرب معناه ان انا بكره الشر، بكره ان انا ابقى انسان كذاب، بكره ان انا ابقى انسان بكسر وصايا الطهارة، بكره ان انا ابقى انسان زاني، بكره الشر، بكره الخطية، بكره ان انا ابقى انسان عنيد، بكره ان انا ابقى انسان متكبر. دي حاجات ما بحبهاش. ده معنى مخافة الرب. مخافة الرب بغض الشر. اقرا لك آية كمان، انا قلت لك اقرا لك آيتين. الآية الثانية من سفر الأمثال اصحاح 14: في مخافة الرب ثقة شديدة. يعني لما يبقى عندك مخافة الرب، مش مخافة الإنسان، تحرر من الخوف من البشر. مش هتعيش عشان ترضي واحد وانت في النهاية هتفشل انك ترضيه. تحرر من مخافة البشر، مش هتكذب عشان خايف من حد. خلي جواك مخافة الرب. انت عايز تعمل الصح في عينين الرب، صح في ضوء كلمة الرب. وهنا بيقولك في مخافة الرب، قلنا بغض الشر، وهنا في مخافة الرب ثقة شديدة. يعني لما يبقى عندك مخافة الرب نتيجتها يبقى عندك ثقة شديدة في الرب، هيبقى عندك إيمان. يعني إيه اللي بيعطل الإيمان في حياة الإنسان؟ لما يبقى ما بيخافش الرب، لما يبقى عشان ما فيش ناس حواليه يعمل الخطية ويدخل على حاجات مش نقية، ومش بيخاف الرب. لان لو بيخاف الرب يبقى نقي قدام، زي ما هو بيحرص ان صورته تبقى كويسه قدام الناس، في الخفاء، في الخفاء يبقى شخص طاهر، يبقى شخص نقي، ما
ما بيقراش حاجات ملوثة فيها إباحية، ما بيشوفش حاجات فيها إباحية، في مخافة الرب. يبقى عندي مخافة الرب سهل ان يبقى عندي إيمان. إيمان بإيه؟ بأن الرب بيحميني. إيمان بإيه؟ إيمان بأن الرب بينجحني. إيمان بإيه؟ إيمان بأن الرب بيسدد كل احتياجاتي. إيمان بإيه؟ إيمان أن مشكلتي اللي في البيت هتتحل، مشكلتي مع زوجتي هتتحل، مشكلتي مع أولادي هتتحل. إنما لما بقاش عندي مخافة الرب مش هلاقي الإيمان. أحاول أآمن ما أقدرش. في مخافة الرب ثقة شديدة، ويكون الرب لبنيه ملجأ. يعني الرب يبقى لحمايتك، الرب يسهل أمورك، ويبقى عندك إيمان بهذا. لو أنا عندي مخافة الرب سهل يبقى عندي إيمان. لو ما عنديش مخافة الرب ومتساهل مع الخطية ومستسلم لخطية ما مش عايز أقاومها، لو أنا ما عنديش مخافة الرب أحاول بقى وأنا مريض أآمن بالشفاء ما أقدرش. في مخافة الرب ثقة شديدة. عزيزي المشاهد، دائما دائما يكون في داخلنا مخافة الرب، واحنا بنتعامل مع الناس يبقى عندنا مخافة الرب. في الأمور المالية عندي مخافة الرب، في أمور الشغل عندي مخافة الرب، في الخدمة واخدم الرب يبقى عندي مخافة الرب. تعال معي عزيزي المشاهد إلى سفر دانيال الأصحاح السادس، بنكمل التأمل في حياة هذا الرجل العظيم دانيال النبي. قلنا في الحلقة اللي فاتت ان دانيال وصل سنه أكثر من 80 سنة، ومع هذا صحته كانت كويسة، ذهنه كان كويس، ذاكرته كويسة، تركيزه كويس. وده لو ما كانش عنده ده ما كانش الملك عينه واحد من 3 تحتيه لقيادة كل المملكة. لا، كانت صحته جيدة، وعلنا إيماننا في الحلقة اللي فاتت أن الرب يجدد كالنسر شبابنا، وأن الرب يشتغل في صحتنا الجسدية ويحفظنا زي ما عمل مع دانيال وزي ما عمل مع رجل الله كالب اللي كان في أيام موسى ويشوع، اللي قال كده كان عمره 85 سنة، لكن قال زي ما كنت وأنا عمري 45 أنا عمري دلوقتي، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن. يعني كبر في السن لكن ما ضعفش، صحته ما ضعفتش، زي ما كان منتعش وبيشتغل قادر هو في سن أكثر من 80 سنة. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، الرب يحفظ صحتنا، الرب يحفظ جسدنا، الرب يحفظنا من الأمراض ويحفظنا من الإعياء، ويجدد كالنسر شبابنا. زي النسر لما يكبر في العمر برضو نشيط، احنا لما يكبر بينا العمر برضو ذاكرتنا قوية، تفكيرنا فيه تركيز، صحتنا كويسة. وده اللي شفناه في دانيال. شفنا في دانيال انه تفوق في شغله على 3، لانه هو عينه الملك 1 من 3 على كل المملكة، ففكر الملك في ان يوليه على المملكة كلها. الملك عايز يرقيه، الباقيين حسوا انه ده متفوق، فلما شعروا ان ده متفوق حسدوه، ابتدوا بقى يخططوا لاسقاطه. الحسد شيء خطير، شيء خطير الحسد، والحسد خطيه. خلي بالك الحسد خطيه، اوعى تحسد واحد، واوعى تغير من واحد. انت وانت عايش مع الرب خلاص تبقى سعيد، تبقى مبسوط، ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك، لأن الحسد خطية خطيرة. المحبة اللي عنده محبة ما يحسدش. الحسد ده حاجة سيئة، إن أنا أشوف إنسان بقى وأحسده. الحسد شيء خطير، والكتاب المقدس تكلم عن الحسد كثيرا وقدم لنا أمثلة.
وقدم لنا أمثلة لفشل الحسد، إنه بيفشل. تقدر تقرأ عن تقرأ في سفر التكوين عن قصة يوسف، إن إخواته حسدوه عشان كان متميز، زي ما هنا مكتوب هنا إن الوزراء بتوعت المملكة والحكام حسدوا دانيال، عشان دانيال بقى الملك شايفه متفوق وعايز يرقيه، وكان الملك قرر انه فكر الملك في ان يوليه على المملكه كلها، يعني يبقى هو بداله كنائب على كل المملكه، اتحسد. فلكن الكتاب المقدس بيقول لنا فشل الحسد. اخوات يوسف حسدوا يوسف، لكن النتيجه ايه؟ النتيجه في النهايه ان اخوات يوسف سجدوا ليوسف احتراما وتقديرا ليه، رغم انه كان اخوهم الصغير. يعني هما كانوا 12 وهو في الترتيب رقم 11، يعني في 10 اخوات اكبر منه سجدوا ليه تقديرا ليه في النهايه، وهو اللي كان متحكم في كل حاجه. الحسد يفشل. اوعى تخاف من الحسد، اوعى تخاف من الحسد. امن ان الحسد لا يؤذيك، وإن لما حد يحسدك هو اللي هيتضر. آمن. تقول لي لا ده في واحد عينه كده لما يحسد يعني لو قال على العربية بتاعت إنها كويسة تعمل حادثة. لا، أنت لازم تؤمن العربية بتاعتك محمية، لازم تؤمن إن بيتك محمي، لازم تؤمن إن مفيش عين حاسدة قادرة على إيذائك. يعني سواء الشخص اللي بيحسد ده بيعمل مؤامرة ضدك زي اخوات يوسف يفشل ويتحول الامر لإزائه، او بيحسدك بعين بس ما يعملش حاجه، لكن بسبب ان هو بين روحه وبين الارواح الشريره في حاجه، فلما بيحسدك كده بيوجع عليك ارواح شريره. يعني لما يحسد مثلا انك انت لابس لبس كويس يوجه ارواح شريره على اللبس ده، فاللبس ده يحصل له بقى يتبقع، تيجي عليه بقعة، يتقطع. بس انت تقول لا، الروح الشريرة اللي جاي عليا ما تقدرش تأذيني، لأني أنا مؤمن بالرب يسوع، لأن أنا مؤمن بدم الرب يسوع، لأني بسبب إيماني بدم الرب يسوع أنا محمي وممتلكاتي محمية، ولا سحر يأذيني ولا حسد يأثر عليا. ولو انت شايف ان الشخص ده اللي بيقرب ليه كل مره يبص لحاجه تتاذي، اعرف مش تعرف ان هو قوي، مش تعرف ان هو عينه خطيره، لا، تعرف انك انت محتاج تؤمن انك محمي، وان الرب بيحميك من كل حسد ومن كل سحر بسبب انك انت امنت بالدم، بسبب ايمانك بدم الرب يسوع بايد في العهد الجديد. خلاص، ودام انت في العهد الجديد بسبب ايمانك بالدم لازم تؤمن، زي ما الدم حمى، وده كان دم حيوانات رمزي، يعني بيرمز دم الرب يسوع، زي ما حمى الناس اللي جوه البيت وممتلكاتهم، يعني اللي عنده حيوانات جوه البيت عنده بهائم، البهائم ما تأذتش، المهلك كان جاي يأذيهم، يأذي يموت الابن البكر والحيوان البكر في البيت، اي حيوان بكري يموت، لكن لما في دم ما قدرش. احنا لازم نثق في هذا، طالما بنؤمن بدم الرب يسوع ما فيش ارواح شريره نتيجه حسد او سحر قادره على ايذائنا. ده لو الحاسد ليه علاقه مع ارواح شريره، ودايما اللي بيحسدوا عندهم علاقه مع الارواح الشريره، يمكن هم مش عارفين انهم عندهم علاقه، تلاقي عينيهم خطيره، عينهم خطيرة. اوعى عزيزي المشاهد تحمي نفسك بالحسد، تحمي نفسك من الحسد بخرزة مش عارف انها خضرة ولا زرقة ولا حدوة حصان على باب البيت، يبقى انت بتحمي نفسك بحاجة ضد الكتاب، تبقى بتحمي نفسك من الشيطان بالشيطان، لان الحاجات دي ايضا شيطانية، النتيجة انك هتتضر، يمكن ما تتضرش، يمكن فعلا الشيطان يخدعك ويخلي الحسد ما يأثرش عليك، لا، هيجي عليك ضرر في حاجات تانية، يجي لك اكتئاب، أرواح الخوف تأثر عليك، أرواح المرض تهجم عليك،
باسم الرب يسوع نحمي نفسنا بالحسد زي ما حمى دانيال نفسه بالإيمان إن الرب بيحميني، بيحميني من الحسد اللي بيحرك الناس ومؤامرات ضدي زي إخوات يوسف، وعندنا أمثلة تانية في الكتاب. وسواء كان الحسد بيوجه بسببه بتيجي علي أرواح شريرة أو بتيجي على ممتلكاتي، لا أنا هؤمن والإيمان يحميني، هؤمن أني محمي بسبب إيماني بدم الرب يسوع. عزيزي المشاهد قول كده معايا بصوت عالي، أنا محمي بسبب الدم. قول كده، الدم أنا وراه وحميني، سور حميني، زي ما حمى البيوت أيام المهلك اللي كان عايز يدخل، القصة اللي مكتوبة في سفر الخروج. قول مرة كمان، أنا محمي وممتلكاتي محمية وبيتي محمي من الحسد ومن السحر، لأني أنا عندي إيمان إن إحنا كلنا خلف، مش دم حيوان بقى زي بتاع سفر الخروج، لا دم ابن الله الحي. ايه الامثله الثانيه اللي في الكتاب اللي بتقول ان الحسد بيفشل؟ شاول الملك حسد داود، الكتاب بيقول كده، حسده لان داود الناس كانت بتتكلم عنه كلام حلو، وعشان كده حس ان هو في نظر الناس اقل من داود فابتدى يحسده. هل نجح شاول؟ فشل شاول، دائما الحسد يفشل. وإيه اللي حصل لداود؟ داود كان في الارتفاع. أقول لك قصة كمان، قصة معروفة لنا كلنا، قصة صلب الرب يسوع. بيلاطس قال كده، بيلاطس ده الحاكم الروماني قال لليهود أنتوا عايزين تقتلوا، عايزين يقتلوا عشان الحسد، يعني ده بسبب الحسد، يعني اعترف ان ده بسبب الحسد. طيب هل اليهود غلبوا الرب يسوع؟ لا، الرب قام من الاموات، وهم جت عليهم دينونة كبيرة، وفي سنة 70 يعني بعد الصلب بحوالي 40 سنة جه تيتوس الروماني ودمر اورشليم. الحسد لا ينجح. امن عزيزي المشاهد إن الحسد لا يستطيع أن يؤذيك. دول حسد دانيال. ثم أن الوزراء بعد ما فكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها، نتيجة لدي الآية اللي بعديها، يعني فكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها، دي آية رقم 3. ثم أن الوزراء والمرازبة، قلنا المرازبة دول اللي هم الحكام، كلمة دي كلمة فارسية لأن الحكم كان كله فارسي، المرازبة كانوا يطلبون علة، عايزين سبب، يجدونها على دانيال من جهة المملكة، يعني عايزين زي ما كانوا بيعملوا الفريسيين والمتدينين أيام الرب يسوع، عايزين يمسكوا غلطة على الرب ويبعتوا له ناس يراقبوه وهو بيتكلم، عايزين يمسكوا له غلطة. هم بقى بيدوروا على غلطة لدانيال عشان يشتكوا عليه، يروحوا للملك ويقولوا له ده مقصر في كذا وكذا، الدليل كذا وكذا. يقول كده، كانوا يطلبون علة سبب يجدون على دانيال من جهة المملكة، خلي بالك، فلم يقدروا. أنا بقى أعلن إيماني إن أي حد عايز يلاقي لي غلطة ما يلاقيش. أعلن إيمانك إن اللي عايزين يلاقوا لك غلطة عشان يؤذوك بسبب هذه الغلطة مش هيلاقوا الغلطة، مش هيلاقوها. اعلن إيمانك إن الناس اللي بتتهمك تفشل، لأن اللي ورا الاتهامات دي إبليس، عشان كده إبليس اسمه المشتكي اللي بيتهم. اعلن إيمانك إن إبليس هيحرك ناس عشان تدينك، الناس مش هيلاقوا حاجة، هيفشلوا، وهو إبليس هيفشل زي ما فشل مع دانيال. كانوا يطلبون علة يجدون على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا، يعني لا لقيوا غلطة في الشغل ولا لقيوا مذنب في أي حاجة. مفيش لا خطأ ولا خطية.
لم يقدروا. ليه بقى؟ يقول لك لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب ولا ذنب. وأنا لازم في شغلي أبقى أمين، لازم لازم أبقى أمين. المؤمن أمين في كل حاجة، أمين في بيته، أمين في شغله، أمين أمين في أموره المالية، أمين أمين مع صحته، أمين. المؤمن شخص أمين. وهنا دانيال بيقول لأنه كان أمينا، عشان كده ما قدروش يلاقوله غلطة ولا قدروا ياخدوا عليه خطية. لا يعني مش بيستغل الشغل بتاعه مثلا عشان يعين واحد لا يستحق التعيين، ما لقيوش، لا لقيوا عنده غلطة ولا عنده ذنب، لا عنده محاباة بيحابي مثلا للناس اللي من الشعب بتاعه فهي بيديهم مراكز ما يستحقوهاش، ولا بيغلط ولا بيسرق، ولا شخص أمين عامل شغله مظبوط. وده مين اللي كانوا بيفتشوا عليه؟ دول كل المجموعة اللي بتحكم اللي هي عددها كام؟ 123 شخص. المجموعة اللي بتحكم 3 وتحتهم 120، هو واحد من الثلاثة، يعني اللي بيدوروا له على غلطة عددهم 122. 122 واحد بيدوروا على غلطة لشخص واحد وفشلوا. عزيزي المشاهد، إله دانيال هو إلهي، وأنت لو ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع أقول لك هو أيضا إلهك، ولازم تصدق إن ال 122 ما يغلبوكش، وال 122 مش هيلاقوا لك غلطة، وكل الشكايات اللي عليك هيبقى في برهان واضح وقوي إن كل الشكايات اللي عليك دي كذب باسم الرب يسوع. حتى لو ضدنا 122 واحد، احنا بإلهنا منتصرين، بل أعظم من منتصرين. عزيزي المشاهد، أكمل معاك في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب كفاك دوران، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.